تيجي نقزقز يا توتة؟ يلا بينا يلا بينا. يا سلام. تسالي رمضان هي برامج التلفزيون اللي عشنا معاها احلى ايام، واسم برنامجنا هو فزورتنا. اوكي اوكي بسيطة صح؟ خفيفة اهو. يا رب هنشوف. نشوف بقى أول طبق. ماشي. بسم الله. لب. طب في تحت اللب كارت. أنا افتكرت جوه اللب كارت. يا لو ليلة ما جاش ننام ما تتعشاش، تنام ما تتعشاش، لو ليلة ما جاش تنام ما تتعشاش. ده إيه ده؟ نجوم كتير حضر عروض مسرح مصر. مين أكتر نجم لما عرفت إن هو موجود كنت قلقت قوي كده؟ إيه ده؟ ده موجود؟ اتبسطت مش قلقت. لا قلقت. إيه؟ أنا عايزة واحد اتبسطت وواحد قلقت. واحد قلقت مع حفظ الألقاب طبعًا أحمد السقا يعني. خفت إنه يضربني مش عارف ليه. ليه؟ مش عارف. وفرحت جدًا لما شفت أحمد حلمي يعني، أستاذ أحمد حلمي طبعًا. العسل. آه جميل جدًا، فرحت اتبسطت جدًا جدًا يعني. طب نشوف تاني حاجة؟ بس صعبة أوي لو ليلة ما جاش ننام ما نتعشاش. السوداني بيقول لنا ايه؟ اه نشوف السوداني بيقول لنا ايه؟ اه سوداني فعلا. شوف طب ما دي في حد ذاتها فزوره انت كسبتيها. طبله. طبله فعلا. طبله. اه لو كنت انت آلة موسيقية تحب تكون ايه؟ انا لو كنت آلة موسيقية كنت هبقى ترومبيطة. يعني ايه؟ مش عارف. بس كنت هبقى حاجة كده فاهم ضخمة يعني، بس هو مش عارف ايه. انت اصلا ممكن تبقى ضخمة وصوتها فاهم رفيع يعني عكس شكلها. انت اصلا بتعرف تلعب مزيكا؟ لا انا نفسي العب مزيكا. ما بتعرفش؟ ما بعرفش خالص يعني، بيبقى نفسي اتعلم اطبل بس بفشل، بس بحب قوي اقعد اسمع مزيكا. طب نشوف المكسرات بتقول لنا ايه؟ اما نشوف المكسرات هتقول لنا ايه؟ بتقولي ايه؟ اه ده دي بقى مكسرات مشكله. ايوه لوز وفستق و انت عارفه ان في ناس فاكرين المكسرات اسمها لوزدق، بس ما فيش حاجه اسمها لوزدق. ايه لوزدق دي؟ والله ما اعرف. بس في جبتها منين دي؟ والله سمعتها قبل كده، حد جايبين جوز وفستق ولوزدق. لوزدق دي ما فيش حاجه اسمها لوزدق. دي طريقه اكيد. والله لا والله في ناس فاكرينها بجد. من جنب شارع لجنب حارة كان نجم والع زي الشرارة، من البخور الدنيا حلوة والريحة أحلى، سمعت غنوة ورجلي نحلة، فضلت أدور فضلت تدور. ده كلمات أغنية يا جماعة دي. دي ألحنها يعني المفروض ولا عامل إيه؟ ممكن تلحنها لي النهاردة أغنيها لك. ده شعر قوي. عارفة كمان إن أنت بتحب القراية جدا، وكان نفسك تعمل مشروع مكتبة في كل شارع، احكي لي عن المشروع ده. والله نفسي في كل شارع في مصر اعمل كده مكتبه صغيره يتحط فيها كتب والناس تقراها. يعني اي حد في الشارع ماشي يقرا، اطفال الشارع يقروا، والكتب دي تتغير بصفه دوريه، يعني تتنقل كده الكتب اللي كانت في الشارع ده تروح للشارع ده، والكتب اللي بعديه تيجي للشارع ده. نفسي قوي كل الناس تقرا. بجد؟ اه جدا. بس حلوه قوي الفكره دي. اه حلوه جدا يعني، بس هي محتاجه يعني فلوس عشان تتنفذ، عشان نفسي اعملها للناس ببلاش من غير اي حاجه خالص. الله. يعني ما يشيلوش هم اي حاجه خالص. طب نشوف اخر طبق بيقول لنا ايه. يلا يلا نشوف اخر طبق هيقول لنا ايه. الاطباق دي هاخدها معايا وانا ماشي. بس كده عشان الالوان بتحب اللعب. لا عشان اللي جواها يا اللزدو اللي جواها. عم سيد مكاوي والله يرحمه. واضحه اكيد بقى الفزوره. لو ليلة ما جاش تنام ما نتعشاش اكيد عارفها. من جنب مسحراتي. برافو بقى.